بربي حرية التعبير كان ما نعطيوهاش للشخص اللي يعبر في حاجة تقلقنا، شنية قيمتها؟ كان حرية التعبير معناها نخليوها الواحد يحكي في حاجة كيفنا احنا، شنية القيمة بتاعها؟ معناها بربي تسألوا سؤال فلسفي قبل ما تقول لا هذه ماهيش حرية التعبير، شنية قيمتها؟ إذا أنا نخلي العبادة اللي تقول كيفي أنا، هذا بقطع النظر ساعة للحكم جائر نظرا للي 7 سنين ونص لا ترتكز إلى أي أسس قانونية، وإنما ماذا بيا الناس اللي قبل ما تقول هذه حرية التعبير ولا مش حرية التعبير، تشوف اللي كيفاش 7 سنين ونص حبس على نصوص لا تمت للمسألة هذه بسلة، هذه أكبر فضيحة أنا عندي اللي احنا عندنا من وقت الثورة عندنا أول سجين أول لاجئ سياسي في تونس من وقت الثورة في بالنا باش نتحدثوا على حرية التعبير يا أخي راسة لنا لاجئين سياسيين وطفل صغير 7 سنين ونص في ياسين بسرعة شفت اللي انسى ما تعتدي على القضاء تعتدي على القضاء ما خدمش خدمته ما يعرفش ربي يزينا ما تعتدي على القضاء يا ما يا انسى اللغه هذه الخشبيه فك عليك يا انسى فك عليك ما تعيطليش يا انسى لا مازال ما كملش مازال ما كملش ونقترح انه نبعث الانسى مايا لفرنسا لانهم اللي شكك في الهولوكوست غاديكا يعطي راي غير رايه يحطوه في الحبس ويغرب التقليد هذا ما تعمليش فرنسا يا اما فرنسا غير ديمقراطيه او السؤال الفلسفي نتاعهم ينطبق علينا نحن في كل في الدنمارك يا سيدي البلاسفام او لا لا الواحد لا ممنوع قانونا ويعاقب عليه خصوصا حتى غلط تقول في حاجات غلطي تقول في حاجات غلطي المغلطات باش تصخي بروحك تعملها في فيلم رشيد عمار مره اخرى بعد شكون راني غلطتكم ما تقولش حاجات غلطي من فضلك كيف عبد يعتدي على القانون وعلى الحقائق كيفك انت هكايا غلط فك عليك لا عصابي انا نحكم فيها ولا باس نشوفوا